أقامت شركة قباند بالتعاون مع منصة وياك يوم الأربعاء 29 يناير مؤتمر صحفي لإطلاق مسلسل شارع شيكاغو من كتابة وإخراج محمد عبد العزيز، يلي اختار يرجع للدراما السورية بهذا العمل بعد عدة عروض عربية تقدمت له بعد آخر أعماله صانع الأحلام. ببداية الموسم استعداد لهذا الموسم كان معروض علي عمل بلبنان، واحد ما صار اتفاق فيه اللي هو عمل النحات، صار لمخرج تونسي كتير مهم مع الأستاذ باسل خيار، وعمل ثاني كان هو الساحر للأستاذ عابد فهد. الساعة 5 صباحا الأستاذ فراس جاي لويهم وقالوا لي لا بدك تجي للعشام وبدنا ننطلق. أكيد أنا بيعنيني كأي حدا سوري صدقا، يعني بكل صدق ونزاهة في هاي اللحظة، بأنه أنا معني دائماً أنه أي شيء سوري فأنا معني في المشهد الثقافي السوري، كان بالدراما أو بالسينما أو بأي شيء آخر يعني. وبشارع شيكاغو رح يعلن عبد العزيز الهدنة مع الرقابة السورية بعد عدة معارك خاضة معه من خلال تجربة ترجمان الأشواق. يعني الرقابة أنا بدي أقول له لأنه هذا العمل هو يعني أنا من أول فيلم اسمه الإجرام الكويتين 2006 كنا عم نطلب مشاهدة معه، بس هذا العمل بعتبره إعلان هدنة مع الرقابة. نوعاً ما. هالعمل عم يعيد كمان سلافة وخرجي ومهيار خضور للدراما السورية بعد غيابهم لعدة سنوات. الموضوع مو بس تسجيل حضور، لأنه أنا بعشق هاي المهنة اللي أنا بشتغل فيها، محاول أشوفك لأمر. فلهيك الواحد لما بيحب أو بيعشق فبصير بيكون حريص أكثر من اللزوم. أكيد مشتاق وأكيد مشتاق قد واقف قدام كاميرا، بس بدي أكسب حالي، ما بدي أخسر حالي إني أنا كتب حضور. الغياب لم يكن يعني شكراً لسؤالك طبعاً غير متعمد، يعني نتيجة ظروف عم نشوفها كلنا، خريطة إنتاجية بالمنطقة، خيارات صعبة من زاوية ما، فممكن هيك الواحد يرجع للحسابات ويصير أشياء. تبدأ أحداث هالعمل مثل ما صرح عبد العزيز بفترة الستينات مع هروب ميرامار مع البطل الشعبي مراد عكاش لتياترو بشارع شيكاغو، يلي كان يمثل بوقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، ليشكلوا ثنائية بتتمرد على المجتمع. تقريباً العمل يعني يعني فينا نقول نص العمل بالستينات ونصف الآخر كتوزيع ب ب ب ب الوقت الحالي بالعشرينات. لا هو عمل واقع سألتني، هو عمل واقع بالصرف كتير قريب من الناس، كتير يعني مرآة أنا راح تكون للشارع السوري بكل سراقه بكل جماله بكل مشاكله، وعمل هو جماهيري في معطيات جماهيرية بظن كتير كبيرة بيراهن عليه، كتير قريب من الناس، من نفس الناس اللي عم يعانوا هلأ. وبنفس الوقت لما نحن بنرجع للستينات بتحس مثل ما حكينا بأستاذة إلما بتشكرها كمان لوجودها، بحس انه مرايتين مقابل بعض، يعني ان كان بالاشياء المنيحه او الاشياء بعض الاشياء السلبيه اللي كانت، فالعمل هيك مرايتين مقابل بعض عم يعكسوا حقبتين يعني زمنيتين ضمن فرجه انا بظن بسميها فرجه جماهيريه عاليه راح تكون. اختيار سلاف ومهيار لهالثنائيه كان الخيار الاول والاخير لمحمد عبد العزيز خلال كتابته للنص. ثنائيه انا بظن هيك بديه مثل اي مخرج لما هيك بيكون قدامه ورقه، ما كان في بدلاء اصلا للثنائيه حياتها اللي عندي. لما كتبنا الشخصيات وصلنا لدرجة معينة فأنا قدمت الاسمين مثل يعني بأي إجراء روتيني بيصير لاختيار الاسماء للشركة المنتجة بدون أي خيار تاني للشخصيتين. فهنا أن أول الممثلين كتير مغري أنت كمخرج تروح أنت باتجاههم أولا تعمل معهم شراكة، تانية المساحة الكبيرة بالدور بتناسبهم بتناسب إمكانياتهم. وبينتهي تمرد هالثنائية بجريمة قتل غامضة، تتكشف خيوطها على إيد محقق بيوقع ملف القضية بإيده بالصدفة بوقتنا الحالي. وبما أنه شارع شيكاغو رح يمتد على مرحلتين زمنيتين، سألنا سلاف هل هي رح تتصدى لأداء هالمرحلتين بعمرين مختلفين أم رح يتم الاستعانة بممثلة أصغر سنًا لأداء دورها بالستينات؟ هلأ معظم الشخصيات في منها بتكون بالمرحلتين وفي منه لأ مرحلة واحدة، بس شخصيتي حتكون بالمرحلتين بس مو بالطريقة العادية. بما أنه أنا متحفظة على الشخصية ماني قادرة أحكي تفاصيل، حتكون بالمرحلتين بس بطريقة شوي مختلفة. لجانب سلاف ومهيار رح تضم قائمة أبطال العمل جوان خضر، بالوقت يلي عم يتم التواصل فيه كمان مع عدد من الفنانين مثل عباس النوري وجهاد سعد والفنانة إغراء، يلي قد يعيد هذا العمل بعد 22 سنة من الغياب عن الساحة الفنية. شارع شيكاغو رح يحظى بعرض حصري على منصة وياك قبل عرضه المفتوح على باقي المحطات،
فشو يلي شجع وياك على اختيار الدراما السورية لتكون أول إنتاجات الأصلية؟ اخترنا طبعاً نحن الدراما السورية بسبب شعبيتها وقديه العالم بتحبها. اخترنا يكون أول مسلسل أصلي بالنسبة لوياك، هو طالع من قلب سوريا ومن دمشق يعني بالتحديد، لإيماننا كتير بالدراما السورية وقديه هي مهمة بالنسبة للعالم العربي. بقى نحن كتير متشوقين، خلينا نشوف كيف حيعمل المسلسل، متأملين أنه يطلع الـ end product something that's very important and very nice.